والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب 13 من أبواب هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. باب في بيان كثرة طرق الخير، والمراد بطرق الخير أبواب الطاعات وأنواع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير، أي من عمل صالح، سواء كان هذا العمل بالقول باللسان كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى آخره، أو كان بالفعل كالصلاة، أو كان بالقلب كالتوكل والمحبة والرغبة والرهبة إلى آخره، فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه وبه. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما دام أن الله يعلمه فلا يضيع. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة من الخير خيرا يره، يره يوم القيامة، خيرا يره، أي يره يوم القيامة. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، يعني يعود الخير عليه هو، يجازى به. والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ده أفضل عمل، الإيمان بالله، اللي هو العقيدة الصحيحة. والعقيدة والإيمان بمعنى واحد، وإن كان الإيمان أشمل، يدخل في ذلك المعتقد ويدخل في ذلك العمل في الإيمان، في مسمى الإيمان. فلا بد للعبد أن يهتم بعقيدته وبإيمانه، فأن هذا هو الذي ينفعه يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. توحد، تبقى ذو الموحد بس ما دار لا شغل كثير، تبقى ذو التوحيد وتصدق النصوص، الأخبار التي جاءت في النصوص تصدقها، والأحكام التي جاءت في النصوص تعمل بها عمل وتصديق، وتكون على العقيدة الصحيحة. في الشدائد تتوجه لله وحده لا شريك له، في الكرب تفر إلى الله، دار ذرية تطلب من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ما تعتقد أن فلانا من البشر يعلم الغيب، ما تعتقد أن فلانا من البشر يملك النفع والضر، يتصرف في الضر ويملك الضر، أن يضر الناس، ده ما عند مخلوق، وإنما هو عند الله سبحانه وتعالى. تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك له. والجهاد في سبيله، جهاد اللسان ببيان الحق، جهاد السنان بالسلاح، جهاد الطلب، وهو الذي يقوم به الحاكم إذا أراد أن ينشر الدين، يطلب من الكفار
أن يسلموا، فإن أسلموا وإلا قاتلهم، وجهاد الدفع، وهو إذا أقبل العدو على البلد فإنك تدافع، هذا كله من الجهاد. قلت أي الرقاب أفضل؟ لو أنا دار أعتق رقبة، أفضل رقبة أعتق شنو؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها يعني أغلاها، الشيء النفيس الغالي، وأكثرها ثمنا، تدفع فيها كثير، دي أفضل الرقاب، تشتري وتعتق. زمان في الرقيق. قلت فإن لم أفعل، الحكم باقي حكم الرقيق، لكن ما موجودين كعمل يعني فيما نعلم. قلت فإن لم أفعل، كما عندي البشتري به الرقيق واعتق، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، لو ما عندك مال تنفق في عتق الرقاب خلاص انت بعد ده تعين صانعا. الصانع مثل النجار والحداد وغير هؤلاء، زول شغال له في صنعة تعاونه، زول قاعد يعمل له في مظلة ترفع معه تعينه، زول شغال له شغل بتاع نجارة دولاب شلت معه خطيت سويت أعنته وأردت الأجر من الله سبحانه وتعالى. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي يحاول أن يصنع الشيء ولا يستطيعه ولا يحسنه، فأنت يعني تصنع له. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، الحاجات ده أنا لو ما قدرت أعمل وأنا ذا رجل ده كل الفات ده أنا ما قدرت وأنا ذا رجل أعمل جنو، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ما قادر تحسن للناس خلاص ما تضرهم، دي برضو صدقة. شوف الدين ده، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. صانع تعين صانعا أو تعين ضائعا، تعين صانعا ده صاحب صنعة، نجار حداد كذا كذا إلى آخره، ميكانيكي غيره. ضائع يعني ذا، تعين ضائعا أي تعين ذا ضياع، يعني يقول عنده عيال محمول يعني بالدارج، يقول محمول عليه وحمل تعينه. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله، لا يتقن ما يحاول فعله. الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. مش الوقت أصبحت زي الوقت ده وقبليه خلاص معاذان الفجر، دخول الفجر إنت أي عظم في الجسم بتاعك ده عليه صدقة عشان تنجو من النار، والجسم فيه 360 اللي هو 360 عضو، بعدين اي 360 مفصل، اي مفصل لا بد تتصدق عنه، والصدقه دي ما الا بالمال، تسبيح صدقه، التحميد صدقه، التهليل صدقه، التكبير صدقه، الامر بالمعروف صدقه، النهي عن المنكر صدقه، العدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل
فترفعه على دابته أو ترفع له متاعه عليها بصدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. 360 بتتم أو تمشي جيتك الجامعة دي براءة 360 بتكون، فدي كلها صدقات. إذا جامع الرجل امرأته هذه صدقة. طيب قال يصبح على كل سلامة، السلامة المفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة. يعني قلت سبحان الله صدقة، سبحان الله صدقة، سبحان الله صدقة إلى آخره، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، الحمد لله دي صدقة، الحمد لله دي صدقة، وهكذا. وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله دي صدقة، دي أعظم طبعا. وكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر دي صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، لو قلت له زول صلي، قلت له اتصدق، قلت له بر والديك، أمرت بالمعروف أنت اتصدقت هنا. ونهي عن المنكر صدقة، قلت له ما تسمع غنى، ما تأخر الصلاة، ما تنظر للنساء، كذا كذا إلى آخره. ويجزئ من ذلك، بيجزي عن 360 صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. لو صليت ركعتين الضحى ده قال لك بيع، قال لك بعت قنا الجسم كله، المفاصل كلها، بس تصلي ركعتين الضحى، وما بالك لما تصلين أربعة، صلي اثنين تسلم، ثاني اثنين تسلم، ثالث واحدين صلون ستة، واحدين ثمانية، ده أجر كبير. وقت الضحى بعد تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة من طلعتها، زي يصير ركعتين بيصلوها الناس بيقعدوا في الجامع بعد الصبح، بتقعد تصلي الصبح في جماعة وبتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، اللي ربع ساعة بعد طلوع الشمس بيصلي ركعتين، كتب له أجر حجة، في رواية حجة وعمرة تامة، أجر حجة كاملة. بس تقعد بعد الصبح لما تطلع الشمس تقعد في الجامع تسبح تذكر الله، والشيخ ابن باز قال يدخل في الذكر القرآن، لو زول قاعد يقرأ قرآن بيدخل في الفضل. وإذا نويت بالركعتين هذا الأجر اللي هو ما يعني أجر الحجة تامة، ونويت مع ذلك الضحى، يكفي عن صلاة الضحى أن تجمع بين النيتين، وإذا زدت فالحمد لله هذا أفضل، صلينا ركعتين تاني صلي ركعتين، أو تصلي في البيت برضه ركعتين الضحى، ده أفضل. قال الثالث عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. قال لك من الأعمال الصالحة الأذى يماط عن الطريق، قلت لك أذى في الشارع ما تمشي سايق، وده من كمال الشريعة الإسلامية ومن حسنها، تصلح الذي بين العبد وربه، وتصلح الذي بين العبد بين الإنسان والناس والخلق، وفيها الإحسان، وفيها شمول الشريعة، وفيها أن الدين يصلح أمر الدنيا والآخرة. قال لك لو ماشي في الشارع شفت أذى في الشارع تزيل الأذى ده عندك أجر، وده من شعب الإيمان. والأذى ده سواء كان حجرا أو ما يؤذي الناس، شوك، قلت لك شوك تزحه،
لقيت لك قزاز مكسر تزحه، لقيت لك ماسوره مكسوره المويه ماشيه في الشارع وانت بتعرف تصلحها تصلحها، ده في وجهه. لقيت لك حفره بتاذى الناس، في ناس نظرهم ضعيف، في ناس كبار في السن بيجوا ماشيين حفره بتاذى تدفنها، ده كله اجر. وقال لك من المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. زمان المسجد ما فيه زي السموكيت والناي وفرشات وكذا وكذا، عبارة عن بيجيبوا حصى وتراب كلام ده في المسجد، بعض الناس بيبزغ في الجامع، ده من المخالفات. الواجب عليه يدفنها أو نخاعة، نخاعة يعني مخاط، قلت لكم مخاط في المسجد تدفنه، ده زمان. أسي يدخل في ذلك ألا يعني تكون سببا في اتساخ المسجد، ما تجدع فيه أكياس، شايل لك حاجة في جيبك فتحتها حلاوة وغيره، ما تجدع في المسجد، تعين في نظافة المسجد، تؤجر على ذلك. الرابع عنه عن أبي ذر، شوف الصحابة دين نقلوا الدين كيف، بس من قبل نحن في حديث أحاديث صحابي واحد لسه ما خشينا في الباقي. الرابع عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لامرأته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال النووي الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر، واحدها دثر. أبو ذر رضي الله عنه نقل هذه القصة وهذا التنافس بين الفقراء والأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ناسا أي من الفقراء من أمثال بلال وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود إلى آخر هؤلاء من أفاضل الصحابة ممن ابتلي بالفقر، ولكنهم يريدون الدرجات العلى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب يعنون أصحاب الأموال، ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لتراهون إحنا معاهم فيها، ويتصدقون بفضول أموالهم، دي نحن ما عندنا نلحقهم كيف، عندهم أموال بيتصدقوها نحن نلحقهم كيف وننافسهم كيف. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، يعني ما تتصدقون به، عندكم انتوا ذات صدقات بغير المال، إن بكل تسبيحة صدقة، لماذا يا رمال تسبحوا دي صدقات سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، كلها جاءت مجرورة لوجود الباء حرف الباء، إن بكل بكل تسبيحة صدقة، واللي هو مضاف ومضاف إليه، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، تأمر الناس بالخير دي صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في جماع الرجل لامرأته. تعجب الصحابة من الأخيرة
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يأتي شهوته بالحلال ويكون له فيها أجر. تعجبوا من ذلك. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، هذه الشهوة لو استعملها في حرام، أكان عليه وزر؟ الجواب: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. الحديث الخامس عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق بسكون اللام، لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن يعني لا تصغر، لا تصغر ولا تستهن، ما تقول ده أجر صغير يا خليه، لا لا، أي باب خير أنت حاول أدخل فيه، وحاول أعمل الأعمال الصالحة، اعمل الأعمال الصالحة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني متبسما، لو تبسمت في وجه أخيك ده أجر لك. شوف الدين ده، رواه مسلم. عشان كده الباب ده بيذكر لك فيه مجموعة من الأعمال الصالحة، أنت لما تتعجب بس أنت تعمل. السادس ونختم به، لأن الأحاديث كثيرة في الباب، غدا إن شاء الله نواصل. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، تحكم بين اثنين بالعدل، وتحاول أن تصلح بينهما، بين المتخاصمين، هذه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. واحد عنده دابة أسعى عربية، يعني زي أسعى عربية ولا كارة، تريلا، موتر، توك توك، ركشة، غيره، دار الكب، تقوم تعينه على الركوب. في ناس كبار في السن تلقاه عنده رطوبة ولا كراع، تعينه إنه يركب، دي قال لك صدقة. ولا تشيل له حاجته دي ترفعها فوق الدابة بتاعته، عنده شوال سكر، انت شاب عنده شوال بتاع دقيق، عنده حاجة تقيلة رفعتها له أو ساعدته في رفعة، انت تؤجر على الكلام. قال: والكلمة الطيبة صدقة، ما تبقى مسيخ، قول الكلام الطيب، تبقى مو أي شيء تحرج الناس فيه، أي زول اداك كلمة تبلع عليه، لا لا كلمة كويس، أنت قول الكلام الطيب ده وتخير الألفاظ الطيبة وخاطب بها الناس. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، أي خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة إلى المسجد دي صدقة. شوف الخير ده جاي من البيت لهنا، دي بتقدر تحسبين؟ ما بتقدر، شوف، لكن ده كله مكتوب، ما بضيع، تلقى قدام. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تزيل الأذى عن الطريق، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، مفصل يعني، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله، لا إله إلا الله، وسبح الله واستغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، وقد زحزح نفسه عن النار. فده حديث رواه مسلم. ف
فالإنسان يجتهد في طاعة الله ويبتعد عن معصية الله ويسارع في هذه الأبواب من أبواب الخير. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال ووفق غدا نواصل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.